بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس، كلكم هتدرسوا درس مهم جدا، درس الجهاز الهضمي في الإنسان. تعالوا نتعرف من خلال الصورة اللي قدامنا المتحركة على مكونات الجهاز الهضمي ووظائف أعضائه والصور بتاعته شكلها إيه، وتعالوا كمان نتعرف على معنى الهضم ومعنى الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي هو الجهاز اللي حبانا بيه ربنا سبحانه وتعالى من أجل هضم الطعام. طب يعني إيه عملية الهضم؟ تفتيت الطعام وتحويل الطعام إلى قطع صغيرة يسهل بلعها ثم يسهل هضمها بعد ذلك. طيب الجهاز المسؤول عن عملية الهضم هو الجهاز الهضمي. تعالوا نتعرف على الجهاز الهضمي. بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بتجويف الفم. آلي تجويف الفم أهو. طب الفم بيحتوي على إيه يا جماعة؟ الفم بيحتوي على ثلاث حاجات أساسية. مين؟ الأسنان واللسان واللعاب. الأسنان كلنا عارفينها، تعمل على تقطيع الطعام وتمزيقه إلى قطع صغيرة عن طريق الضروس والأنياب. أما اللسان بيقلب الطعام داخل الفم ويساعد على عملية البلع. أما اللعاب اللي هو الريق اللي موجود فين؟ اللي موجود في الفم. الريق اللي جوه الفم اسمه اللعاب، واللي بتفرزه الغدد اللعابية، وهتشوفوا صورتها لما ندور الشكل أمامكم. أدي أزواج الغدد اللعابية. طيب ده الفم. العضو التاني مين؟ العضو التاني البلعوم اللي هو الحلق. يلي أنبوبة طويلة، أدي الأنبوبة الطويلة أهي، اسمها إيه؟ المريء. المريء سمي باسم المريء ليه؟ لأنه بيساعد على مرور الطعام من المكان اللي قبله للمكان اللي بعده. مين اللي قبله؟ البلعوم. مين اللي بعده؟ المعدة. طب المريء عبارة عن ايه؟ أنبوبة عضلية مرنة عاملة زي الاسترتش. انت لو كلت قطعة كبيرة وهي عاملة كده تبتدي تفرد وتاخد معاك زي الاسترتش بالظبط. يبقى المريء أنبوبة عضلية مرنة تساعد على مرور الطعام من البلعوم إلى المعدة. طب الجزء اللي بعدها مين؟ المعدة يا ولاد. المعدة بيت الداء. المعدة اللي بتساعد على هضم الطعام جزئيا، يعني ما بتهضمش الطعام كليا، لا جزئيا. يجي ولد يقول لي اديني تشبيه، اقول له عارف ماما لما تيجي تعصر الجوافة في الخلاط؟ يقول لي ايوه. اقول له لو دست اول تكة وصبرت شوية وقفلت، هل الجوافة كده اتعصرت تماما؟ يقول لي لا. اقول له المعدة عملت كده، هضمت الطعام جزئيا ولكن لم يكتمل. طب بعد المعدة يروح الطعام فين؟ شايفين المصارين دي يا ولاد؟ نكبر الصورة كده ونبص كده مع بعض. اهي اللي جوه دي اسمها ايه؟ الامعاء الدقيقة، او المكان ده بتاع الامعاء الدقيقة هو اللي بيكتمل فيه هضم الطعام تماما، الفينش بتاع الهضم. طب بالنسبة للمعدة كنا قلنا بتهضم الطعام جزئيا بواسطة مين؟ هي بتصب عصارة على الطعام الموجود فيها. اسمها ايه العصارة؟ على اسمها، اسمها العصارة المعدية بتاعة المعدة اللي بتهضم الطعام جزئيا. بينما الامعاء الدقيقة المصارين دي بيصب فيها ما شاء الله ثلاث عصارات، عصارة خاصة بها بتسمى العصارة المعوية بالواو على اسمها، وعصارة تانية جايلها منين؟ من الكبد، موجود عليه حوصلة اهي اسمها الحوصلة الصفراوية. دي بتصب عصارة اسمها العصارة الصفراوية، بتوصل لمين؟ للامعاء الدقيقة، يصب ايضا على الطعام. وفي عضو اخر الاصفر ده اسمه البنكرياس. لو انا جبته لكم كده من خلف هيبان الصورة شكلها ايه. قال البنكرياس منين؟ من الخلف، بيصب عصارة على اسمه، اسمها العصارة البنكرياسية. يبقى كم عصارة يا ولاد؟ يبقوا ثلاث عصارات. بيصبوا فين؟ بيصبوا في الامعاء الدقيقة، صفراوية، بنكرياسية، معوية. فيحصل ايه؟ يحصل اكتمال لعملية الهضم. طب يا مستر حامد بعد ما الاكل اتهضم تمام مش بيبقى فيه فضلات لم تهضم؟ اقول له ايوه، تتجه للامعاء الغليظة، البرواز اللي محوط على الامعاء الدقيقة اللي احنا نقول عليها القولون. يبقى دي الامعاء الغليظة. طب فايدتها ايه؟
تمتص الماء من الفضلات ثم تطرد الفضلات. طب بعد كده تتجه لمين؟ لأنبوبة تحت تسمى المستقيم، ثم فتحة الشرج مكان خروج الفضلات من الجسم. يبقى الجهاز الهضمي يبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة الشرج. تعال كده نرجع مع بعض كده ونقول البيانات على الرسم. ادي الجهاز الهضمي وادي شكله وادي دورانه اهو. هلف معاك كده واتفرج على اجزاء الجسم واحنا بنشوفه مره واحده كده مع بعض، وتعالوا نيجي نقول الاجزاء مره واحده بالبيانات اللي على الرسم. يلا، يبدأ بفتحة الفم، ثم البلعوم، ثم المريء، ثم مين؟ ثم بعد المريء المعدة، وبعد المعدة الأمعاء الدقيقة، ثم الأمعاء الغليظة. أمال يا مستر حامد الثلاث حاجات اللي انت قلت عليهم، الغدد اللعابية والكبد والبنكرياس، دي عوامل مساعدة بتساعد الجهاز الهضمي، يقال عليها ملحقات الجهاز الهضمي. كده يا ولادي اتعرفنا على مكونات الجهاز الهضمي في الإنسان ووظائف أعضائه بشكل متحرك. الدرس ده يستفيد بيه تلاميذ سنة رابعة، موجود في الترم الأول، وموجود أيضا في خمسة وستة في ترم مختلف كل واحد في صفه. خلي بالك، تابع معانا الأجهزة بتاعت الجسم على صفحة مستر حامد البيومي. يا رب أكون أفدتكم، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.